إن شاء الله سنناقش موضوع مواضيع كثيرة، منها موضوع فتح الجوامع من عدمه. حقيقة ما دام هناك فتح للحظر من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 6 مساء، يجب أن يكون هناك أيضا رأي من خلية الأزمة حول هذا الأمر، ومن خلية الأزمة الصحية بالذات. حقيقة هل بالإمكان أم من عدمه؟ سنبلغكم إن شاء الله في حينها. طيب، من خلال يعني اكيد هو الجامع راح يكون بيتجمع لاقامه الصلاه. نعم. وهذا اكيد يخالف التعليمات نعم. الصحيه. نعم. نحن في حاله استثنائيه. نعم. رايي الوقفه السنيه اللي تمت بالسيد ابو بكر. الله يحفظكم. حقيقه انا حسب الاجتماعات الكثيره التي اجتمعناها مع خليه الازمه الصحيه وخليه الازمه اللي برئاسه السيد محافظ نينوى والاستاذ نجم. خليه الازمه الصحيه دائما تؤكد على عدم التجمعات ولا توافق على هذا الامر، و هذا الذي يحصل هي تقريبا ليس يعني راضي عنه، فكيف سترضى أن يكون هناك فتح للجوامع؟ ما أعتقد هذا سيكون. حقيقة هناك عدم وعي من قبل الكثير في كيفية التعامل مع الآخر. الآن لو تنزلون إلى الأسواق في النبي يونس وغيرها مكتظة جدا بالمتسوقين، يعني هذا شيء طبيعي، يعني بعد الحظر السابق وهناك رمضان على الأبواب سيكون هناك. الصباح عندما أتيت إلى الدائرة وجدت كيات، وهذه ممنوعة كما جاء في شروط كيات. نعم نعم، كيات ومملوءة بالركاب. شيخ، من الناحية الشرعية خلينا نتحدث، أكيد أنت سألت فيها من ناحية شرعية. ما هو المشكلة وين؟ المشكلة إحنا عندما غلقنا المساجد كان هناك فتوى شرعية حفاظا على أهلنا ومن هذا الوباء، وكان صدور الأمر بالغلق من قبل السيد المحافظ استنادا إلى الفتوى الشرعية. اليوم المشكلة العلة الشرعية من فتح الحظر من الساعة 6 إلى الساعة 6 مساء، هناك لدينا صلاة الظهر والعصر في هذا الوقت يقع، والجمعة، فهذه فيها تجمعات أيضا. فاليوم أنا سأناقش الأمر مع الخلية الصحية ماذا سيقولون حتى نخرج من هذا المسألة الشرعية عن طريق أهل الاختصاص حصريا. يعني لا يمكن أن نجيب عن طريق القائم مقام وعن طريق السيد المحافظ وعن طريق، لازم يكون الاختصاص هو الذي يجاوب عن هذا الشيء.